معنا عبر الهاتف من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا الأمم المتحدة تحدثت عن احتياج نحو 9 ملايين عراقي إلى مساعدة عاجلة، كيف ما ترين واقع الحال الإنسانية في العراق في ظل تقرير الأمم المتحدة؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني لا يخفى على أي شخص الآن ما الحالة المأساوية، الواقع الإنساني السيء الذي يمر به العراق. يعني على مستوى على كافة المستويات، سواء في المناطق التي حصلت فيها عمليات عسكرية أو في المناطق التي لم تحصل فيها أي عمليات عسكرية. الواقع الإنساني مثري للغاية. العراق يعاني من مختلف الانتهاكات والجرائم، جرائم حرب تم توثيقها بحق المدنيين، اعتقالات تعسفية، قتل خارج إطار القانون، اعدامات ميدانية، اعتقالات المتظاهرين، تكميم للرأي، الفقر الذي يعاني منه العراقيون، انعدام الخدمات، لا يوجد أي خدمات الآن. الحقيقة الكثير من الانتهاكات، يعني حتى الأطفال لم يسلموا من هذا الواقع. العمالة في العراق بالنسبة للأطفال على أعلى مستوياتها، انتهاكات لحقوق الأطفال، لا يوجد تعليم، لا توجد رعاية صحية سواء للبالغين أو للأطفال. الكثير من الانتهاكات التي يعني الكثير من التقارير التي صدرت توثق هذه الانتهاكات والجرائم. أيضا طالبت الأمم المتحدة في بغداد، طالبت بتأمين حقوق المجتمع العراقي بأطيافه كافة. ما تقييمك لدور حكومة العبادي في هذا السياق؟ مع الأسف الشديد لا توجد أي دور إيجابي للحكومة العراقية تجاه تحسين الواقع الذي يعيشه العراق. بل على العكس من ذلك، والحقيقة هذا شيء طبيعي نتيجة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة العراقية، بالإضافة إلى انعدام يعني المساواة والعدالة في توزيع الحقوق على كافة أطياف الشعب العراقي. يعني نرى أن هناك يعني تمييز بين أبناء الشعب العراقي في التعامل من قبل الحكومة العراقية في هذه في منذ الاحتلال العراق عام 2003. أيضا الفساد والطائفية التي تتعامل بها الحكومة العراقية مع يعني ما يملكه العراق من ثروات، توزيعها الغير عادل إذا كانت في الحقيقة الحكومة توزعها. أيضا هناك تقصير بتوفير الخدمات الأساسية للحياة الضرورية في للمواطنين، يعني الكهرباء، الفساد الذي استشرى في عقود الكهرباء التي لم تصل لحد الآن ولم يتمتع بها الشعب العراقي. الآن نقص المياه الذي يعاني منه العراق والذي أثر بصورة سلبية جدا على كافة أرجاء العراق، وانعدام الرعاية الصحية، بل على العكس يعني إضافة تكاليف إضافية على العراقيين من قبل الحكومة العراقية. يعني لا توجد حتى يعني الخدمات الأساسية. يعني ما المعايير برأيك إذا دكتورة، ما المعايير الواجب توافرها للمدن المستعادة لاستقبال النازحين؟ يعني أبسط معيار والمعيار الأساسي هو الأمان الذي يجب أن تتمتع فيه أي منطقة كما يدعون أن تم تحريرها من عناصر إرهابية، لكي يعني يضمن المواطن عيشه في هذه المناطق. أيضا الخدمات الأساسية، أين الخدمات الأساسية؟ ونقصد هنا يعني لا توجد حتى المياه الصالحة للشرب، لا الكهرباء لا توجد، الخدمات الصحية التي يجب أن تتوفر. يعني أبسط شيء هو إذا تم يعني مرض أي طفل كيف يتم علاجه، لنترك الكبار الآن، هذه أيضا لا تتوفر. بالإضافة إلى ذلك التعليم،
أين المدارس؟ أين المؤسسات التعليمية؟ لا توجد أيضا. إذا أي معايير سوف تؤمن عودة أي النازحين؟ بالإضافة إلى ذلك المخلفات العمليات العسكرية من أبواب لم تنفجر، من وجود تلوث بسبب كميات المقذوفات وكميات القنابل التي استخدامها، الدمار الهائل والأنقاض التي لم يتم يعني إزالتها لحد الآن والتي تعيق استمرار حياة أو عودة النازحين إلى منازلهم. الكثير الحقيقة يعني لكي تبني مدينة ولكي تعيد الحياة لها هذا ليس أمر سهل، والمدن العراقية لم تبنى بين ليلة وضحاها، بل هذه نتيجة عقود من البناء، وتم تهديمها وتدمير بهذه الطريقة بنسب عالية دون مراعاة يعني كونها أماكن لعيش مدنيين. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.